يا اختي الامور غدا وكانت صعاب، وليت كنقلب على الساهله. نقولوا مرحبا باللي جا وجاب. صراحه جبت مساعده اللي غادي تحاول تساعدني صراحه في شغل ديال الدار، واخيرا غادي نشارك معكم تقضية ديال رمضان من الاول حتى الاخر ديالها، وحتى المساعده الجديده رحمه سيد ربي. ندمت اللي ما جبتهاش من شحال هادي، نتوما ديما كنتو كتنصحوني بها واليوم درت بكلامكم. غادي نشارك معكم النهار دي من الاول حتى الاخير، مع مشتريات والامومه، شغل ديال الدار، الشهيوات، وهنا بدا النهار ديالي وكل شيء على تنظيم الوقت وتنظيم حتى الشغل ديال الدار. اون فوا كنفيق البنات كنجمع البلاصه ديالي، كندخل كندير النظافه الشخصيه، يعني كنطرفوا حالتنا، وديك الساعه خرجي رطبي لي اختي البشره ديالك. اي كريم عندك، ممكن حتى شي زيت متواجد عندك يعني زوين للبشره، زيت اللوز ولا زيت ارغان، ولا نرطبوا به البشره ديالنا. ويلا كانت اشعه ديال الشمس داخله عندك للدار، ما تنسيش لي كرون سوليغ ديالك، ممكن ديريها حتى في الدار، وهي ماشي ممكن ضروريه في الصراحه. الاشعه راه ما غاديش، ماشي بالضروري تكون الشمس، غير ديك الاشعه راه كتدهور لينا البشره ديالنا. وهنا من بعد ما رطبت البشره ديالي، الكريم طالعه فيه الاس بي اف، هنا درت واحد شويه ديال تزنيقه الكاذبه، صراحه ضروري صراحه كندير مع الصباح باش كنشوف راسي في المرايه كتحسن ليا النفسيه. وهنا صراحه راكم شفتوا بعد ما كترطبي وداكشي كتكون البشره ديالك منوره، وميم حتى هذاك البينيفيت عطي واحد المنظر اللي هو زوين. صباح النور، صباح الانوار، صباح الفل. كي صبحتوا كنتمنى تكون حياتكم كلها افراح وسعاده يا ربي. شوفوا اللهم لك الحمد، كنوض من بلاصتي كنجمع بلاصتي كنطرفها كالدار، كتبقى عندي نقيه سورتو الا درتو الميناج ديالكم في الليل. دابا كنجمع لا شومبر ديال الوليدات، لي جوي لي جوي لي جوي بارتو البنات، فين ما مشيتي كاينين الالعاب، كلشي 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 لي فواطور بارتو، كلشي. دابا ندورو بها شويه. صافي هنا مازال كنطرف الدار، كنحاول هكا نقاد السيجور، وغادي نشارك معكم الخدامه الجديده اللي كيف ما قلت لكم وليت كنقلب على الساهله رحمه الوالدين. من نهار دخلتها نفعاتني وبزاف. دابا جيت كيف ما شفتوا من بعد ما قطعوا لي الضو، دابا جيت باش نعرفكم على لالا مولاتي الحادقه اللي نورت لي داري واللي غتسهل عليا الماموريه. ومن هنا غنقول لكم غير الثمن ديالها ما غيطيحش على بالك، وجد مناسب فنه. استعملتها دابا البنات شي 3 ولا 4 ديال المرات، غنوريكم الكارطوج ديالها وكلشي. ها هي ها هي ها هي، ومرحبا ومرحبا. شوفوا غير باش تعرفوا عندها بزاف ديال الريوس، وغنوريها لكم دابا وغنهضر ليها. هذا هو ديال السيجور اللي كيشفط كيتحط كيبقى لاصق، وكاين هذا البنات اللي بالشيطه ديالو حتى هو فوالا كنتخدمي بحال هكا. هادو الريوسه ديال الشرجم تري براتيك، وممكن تخدميه بحال هكا، رائع رائعه واعره. وكاينه الشفاطه الكبيره اللي انا مركباها كنستعملها، ها هي باش عارفه نستعملها. شوف ها نتوما البنات كتضغطوا هكا الا بغيتوها تخرج لكم السنينات، وكتوركوا الا بغيتوها تدخل باش تبقى شفط لكم. شوف رائعه جدا، انا اكسبري خليت فيها هذا الشيء. شوف دابا غادي نستعملها انا وياكم، ودابا غادي نبرونشيها باش نشارك معكم. انا حيت هاد السيجور غادي نديرو دابا معاكم، انا فرحانه انا غادي نبرونشيها باش نشارك معكم. ما جيت نهضر عليها الا استعملتها مره وجوج وثلاثه، فالصراحه رحمه السيد ربي. لاسبيراتور شي حاجه اللي مهمه في الدار، بركه من شيت الحرشه وتشطبي وكتنفعك كيف ما شفتوا. عندها لابغوز ديالها ديال الشراجم، كنت كنلقى صعوبه انني نمسح الشراجم عندي ديال الالومنيوم،
تاني حاجه كتشفط ليك الفوتاي ديالك ولا السدادر من الغبره ولا الزرابي. انا عندي زرابي ديال بيت ناس مهبرين وليت كنستعملهم ليها كتشفطهم بكل سهوله حسب ما كنبقى كل نهار نحيدو من سوسهم وكنبقى نرجعهم. ممكن لاسبيراتور ديال الخدمه الكافيه. شوفوا هنا الزربيه ما شاء الله كيفاش رجعتها ليا. عندها واحد لوبسيون كتخرج لك السنان باش تحيد لك الخمله وكل شيء. ممكن تحيدي ليها السنينات ديالها وتشفط ليك عادي. البنات اللي يقول لي منين خديتيها غنخليكم الرقم ديال الشعيب هنا. صراحه كنتعامل معاه من شحال هادي. كناخذ من عنده الاواني ديال رمضان، المقيلات، لاسبيراتور، واحد الاله ديال الماساج كيجيب داكشي اوريجينال وصراحه سورتو ثمن. الا قلت لكم الثمن ديال هاد لاسبيراتور محالش تيقوني البنات. الثمن ديالها جد مناسب، خديتها ب 650 درهم الصراحه رائعه. واجي شوفي شحال جبدت ليا ما شاء الله. شوفوا 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 شحال ديال الوسخ اللي ما كانش كيبان، خطيره. كيف ما قلت لكم غنخلي لكم الرقم ديال شعيب هنا والانستغرام ديالو في صندوق الوصف. واش شفتوها شفطت ولا ما شفتوش؟ واش شفتو ولا ما شفتوش؟ عرفتي راه العجب 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 العجب. شوف راه وريتكم داكشي، دابا هادشي كله غنخويه ودابا غادي ندوزو نديرو هذا، نديرو هاد الشفاط وندوزو السيجور اللي عندي البنات. شوفوا لي غير الشيتا، شوفوا لي حاشاكم يا لهوي. انا حشبان نمشي نقيها باش ندير ها نحيدها من الراس. فوالا بكل سهوله ركبناها. اجي لي انا بغيتك البنات. غنحيد هذا الشيء كامل ونبداو نخدمو فيها. وندوزو دابا للسيجور اللي هذا هو اللي كناكلو فيه كنتغداو فيه كنفطرو بيه. غتبان لكم واحد الطبيعه، راني دايره لها واحد البرودوي غادي نحيدها. كيف ما شفتو هنا هاد بدلت ليها هذاك الراس وهنا كيشفط كيتحط كيتضغط يعني كيشفط لك. شوفوا هنايا عندي دوك الريوس دوك التقابيل داخل كيوحل ليا فيهم هكا. راكم عارفين التفرتيه ديال الخبز هي حيدت ليا كل شيء ما شاء الله. حتى شي وحده ما تقول لي شي حاجه على الطابله غتنيطويا غتعقم كلشي. هذه بيضه بغيت نوريكم اكسبريسيون غنجبد. كطلعي هذه بحال هكا تهبطيها كيتحل هذا. شوف هبطت هذه تحلت. شوفوا البنات شوف شوفوا حشاكم راه ما يمكنش. حتى هذه حتى هي كدور كتحل كتساس وهادي حتى هي كتساس. باردون هادي كتساس ويلا عمرات بزاف واحد العام ولا هكا كتغسل وخاصها تنشف مزيان. هادي ضروري انها تنشف مزيان وهادشي كله خاصو يتنيطوايا. شفتو رائعه صراحه غزال. ودابا دخلنا للكوزينه البنات. بغيت نوريكم بابا مسكين شنو جاب ليا. كان عندي البنات هاد دو جوغ ان شاء الله دو جوغ السيمانه اللي فاتت كندي واحد يومين في الدار وتشهينا الراية سورتو انا تشهيتها بزاف وما لقيتهاش والو. ومسكين اليوم لقاها وصيفطها ليا مع واحد الولد هكا كيتسخر لنا قال لي راه صيفطها ليك حتى للدار. مش من المحمدي الوزن غير باش تعرفوا 3 كيلو البنات. دابا غسلتها وغادي نديرها هكا في الثلاجه حتى نبغيها ان شاء الله. ما نديرهاش اليوم حيت اليوم تقضيا عندي عامر عندي اليوم ما يدار. دابا وصلتني غسلتها هاي في بالي نديرها هكا نقدر نديرها غدا. عرفتوا دابا شنو كندير لهلا يوريكم البارح كيفاش داز عليا. جا مهدي جاب لي واحد بوكيت فلور انا شاركته في انستغرام قلت للبنات والضحك قلت لهم هلو البنات جاب لي راجل بوكيت فلور وكيتسنى في بوكيت فلور ولا جبت لهم واحد الا مناتي القفه ديال الخبيزه. جاب لي واحد الخبيزه عامره بيو صاحبه عندهم واحد هكا واحد الفيرما مساكن وجاب لي حقه وجاب لي البيض البلدي. وحنا شوفوا واش غير بوحدي مستهلكي البيض بواحد الطريقه خياليه. جاب لي مسكين هكا البيض البلدي وبيض ميم ديال البيبي وجاب لي الخبيزه. ايوا برك تنقي ما تنقي نقي ما تنقي نقي ما تنقي. قسمي بالله بديت مع شي 8 ما سنيت حتى 11 ونص ديال الليل كنقيها مزيان وغسلتها غسلتها غسلتها وسقطر غسل وسقطر غسل وسقطر غسل وسقطر. ايوا مشيت تحت اختكم كاوا تيقولوا كنشارك في انستغرام. دخلوا عندي انستغرام في اول تعريف كنكون قريبه منكم كنشارك معكم اليوميات ديالي. ايوا دابا لاله مناتي كنقطعها شوفوا لاله مراتي الحاد اللي غتعاوني وندير فيها هادو الصعاب. ايوا كا
كنقطعها هادشي راه شويه غادي نوريكم وكيف الفلاغ ديال بصح هانتوما البنات شوف 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 جي كله كيتسناني نقطعوه كاملين دابا غير باش تعرفوا ما نشكرش لكم راسي صراحه كان صرع الخبيزه كتجيني واعره البنات المهم كناخذ هذوك العويدات ديالها اللي الاخرين اللي كيكونوا كنديرهم في الهاشوار وهذه كنقطعها يعني نبقى معها بشويه بشويه تسالي اخيرا البنات ساليتها قسم بالله تغفر لي الله الذنوب درت الربيع حتى هو هنايا ها هو غير ساليت البنات البقوله دوسه بواحد السيقه للدار ودابا لقيتوني غدا غادي نمشيو نتغداو راه قلت لكم الغدا اليوم ان شاء الله غنتغداو على برا ما كيكون عندكم تقديه ما راكم عارفين كتكونوا مشغولين بالشقا وداكشي كنفضل نتغدا هكا على برا شي حاجه خفيفه ما تنساوش ليكرون سولير ديالكم واخا البنات يعني احنا في فصل ديال الشتاء ما نساوش ليكرون سولير شوفوا الاشعه ديال الشمس اللي ضاربه ليا في الظهر بيان سور ديال لاكام بلا ديال البنات ميم العنق ديالكم حتى هو نديرو ليه ليكرون سولير فن كتحمق بحال ما دايرت حتى شي حاجه خطي لك ديالك صافي نديرو هكا اونتي سير دابا نصايب حجباني بالنسبه للمكياج ملي كتكوني هكا خارجه كديري ليكرون سولير يعني خارجه خفيفه ليكرون سولير كتقدي حجبانك ماسكارا الله يجعل البركه وشي روج على خفيف قاد دابا حجباني كندير هذا لو جيل ديال مايبلين البنات غنقادو ونرجع انا صايب دابا حجباني ديرو ماسكارا خفيفه درت ماسكارا خفيفه البنات دابا غادي نكحل بلو جيل ديال مايبلين نيت تكحيله زوينه ديما كتسولوني باش كنكحل راه هو هذا البنات كيجي معاه بانسو ديالو فوالا وهنا غنستعملو فغاجو كيكون باش صراحه كيبين الحنيكات هكا طبيعيين ما كيبانش انا كي فريمون زعما دايره فغاجو كيعجبني ندير ميكاب نو ميكاب صراحه كي كنحس براسي فخاش كندير البنات كخايو هكا في المارو كندير هذا الوسط وهذا لو لوك فينال جمعت شعري صراحه راكم عارفين مع التقديه وداكشي هكا جمعته باش نكون اليز ومشينا المرجان كاين في بوزنيقه حل جديد راه ديما كنقولها لكم جهه البحر البنات مرجان ماركت غير صغير ولكن قادر غرض جود ضروري خاصو كروسه كيقول كنتقدى راسي راكم عرفتو راه مشى يجري هو الاول ياخذ ليا الوقت ديالو وهنا بدينا التقديه بدينا غير باش تعرفوا هذه ماشي التقديه ديال رمضان 100% راه تبارك الله رمضان باقي لي غير حاولت ناخذ داكشي اللي غنوجد تحضيرات ديال رمضان غنبغيو نديرو بريوات عطى الله ما يدار الله يدخلنا بالصحه والسلامه ويا ربي تغير الاقدار ديالنا للاحسن يا سيدي ربي اللهم لا تاخذني الا وانت راضي عني واحسن خاتمتي يا كريم يا ربي تهدينا يا ربي تهدينا يا ربي تهدينا وتهدينا اجمعين
كيف ما شفتوا كنحاول ناخذ حاجه بحاجه، وغادي نشارك معكم ملي غنمشي للدار التقديه ديالي كامله، ولاول مره غنشاركها معكم. هذا البنات ديال جونسون فن لبيبي، فيه الريحه كتحمق كيعجبني، وغادي نشاركها معكم كيف ما قلت لكم كامله وبلا جريحه. البنات انا كنتفادى انني نشاركها باش ما نسمعش هضره اللي ما غاديش تعجبني، فانا البنات تحت طلب متتبعاتي شاركي معنا وطلباتكم اوامر. شوفوا البنات خديت الجود شي حويجات. جود جوجو شوف ماما شنو خدات لك. بغيتي داناب فاشي تقلق عليا بغالي نحلي داناب. شوف ماما شنو خديت لك، يلاه جي نبدل الحوايج نوريو الحبان حوايج. اجي معايا اجي معايا غنوريكم البنات شنو خديت الجود. شوفوا البنات بغيت نوريكم شنو خديت الجود. هذا ديال جود ولدي، ديت ليها البنات هادو السليبات اللي كيكونوا تحت كيتهم اون برومو، كانوا ب 90 درهم دايره ليهم 59، قولي 60 زوينين. خديت ليه جود جود، خديت ليه جوج. شوف ماما هذا ديال جود ولدي، لا مقلق عليا. يلاه البنات شرب شرب عصير قال لي حلي ليا دانا. انا هذا الشيء ما كنبغيش بركه عليه، خليه يبكي. هاي الزاز ديال حبي، خديت لي هاد البنات هاد الجين. شوفوا فيها الديتاي وكيجي بحال اش نقول لكم، كيجي بحال المهم كيجي مقبوط شويه عنده ديما لي سليم. خديت لي هادو دغوا ولا المهم فني لا كولور زوينه. شو واهم حاجه انه كيتجبد. انايا خديتهم لي هاد البنات من وايكيكي. واو شوفوا معايا شوفوا معايا، هذا راه ديال جد ولدي. شوفوا معايا شوفوا لي الزاز، شوفوا لي الزاز، شوفوا لي الزاز. هذا ديال جوجو جون ديال منادي ديال يانيس. ها قال لي ديال من ها جي ري انتوندو كيسكو تي ا دي سي بور كي سا. المهم نزيدكم نوريكم، هذا هو لو بونطالون ديال البيجاما. صافي دابا بدا كي مابقاش الحال سخون بزاف، خديت لي هادي تجي بحال هكا وفيها هادي كتجي هكا. وبيان سور ما يمكنش ننسى راسي الاحمر، ما كولور بريفيري و تيشو ما نقولش لكم رائع. على وريت ديك النهار الناس ديال انستغرام انهم كاين دي برومو في البيجاما. المهم هادي كتجي قصيره شويه، المهم ديال النعاس وكم هكا، مي تيسو خطير، تيسو واعر غتجي فنة. كان دايرين لها البنات 270 داروا لها 180. دابا غنبدلو جوج البيجاما باش نرجعو السلعة لبلاصتها. صافي يا ماما صافي صافي جوجو صافي، وريهم الزاز وريهم الزاز وريهم الزاز بزاف اللي شريت لي. وشريت لي هاد الاوره مشى اليوم لابسه ولا كون حلوه، هذا ديالي وهاد خدوش ليا. صافي حبيبي بابو شوفوا لي الزاز ديال جوج، شوفوا لي الزاز ديال جوج. حيدوها 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 شوفوا البنات هاد لوطا هو كنت خديتو ليه كنلابسو اليوم جا غزاله. صحتك قولي لي يعطيك الصحه ماما. صحه ماما ها شفتو خديت لي هاد لوطا هو، هادي سخفني بدات لي حوايج. والله شغنقول لكم نهار ديال التقضيه نهار ديال التناره باش نكون معكم صريحه. المهم بالنسبه كيف ما شفتو جبت البنات هاد 5 كيلو ديال الفورس نديرها في هذا خاص البنات بالطحين، باقي فيه مازال غير الفين وصافي. دابا غنزيد فيه هاد الفورس هذا. صافي البنات بالنسبه للخمسة كيلو ديال الفورس درتها هنا وكنسد عليها كتبقى في هاد الطاروخ الحفظ والامان. الا بغيتو تبقاو محافظين عليها ديروا طريقه سيدنا موسى وشويه ديال الملح كتبقى مزيانه، ما كديرش هذاك هادوك الحشرات الصغار عرفتوهم كيقولوا لهم باكوز.
تانينا منو. ايوا ندوزو دابا باش نقول لكم صراحه ماشي تقديه ديال رمضان 100%، ولكن ما بين تحضيرات ديال رمضان تقدينا هذا الشيء. المهم انا عزيز عليا صراحه نجيب ديال العبار كيكون غابي. خدينا البنات هنايا فرماج حمر كيكون تاج، هادو موتزاريلا، وهذا دان شيمي شيميتين و رابعه هنايا. هذا ديال العبار كيكون صراحه احسن من الاخر اختكم. الوليدات كيبغيو شيبس مره مره. مونطادا لونسيان كيجي زوين هذا في الوصفات، دابا كيجي مع الدجاج وداكشي. بيان سور البنات لي ساك ديال لي بوبيل، دانونات لعلها كتعطى. هادو راكم عارفين اللي عندو الدراري الصغار كيجيب لي ياغورت بالكترة. الزبدة خديت هادي والاخرى لي داناب. مهم صراحة عافاكم الله يرحم ليكم والدين، انا ماشي طبيعي نشارك معكم التقاديه وكيقول لك ايمان شاركي معنا التقاديه ديالك شنو كتاخذي هادشي التجهيزات ديال رمضان كله ورزق الارزاق مر. خديت هنا البنات الجبن هذا كيكون بزيت العود وكيعجبني الفاني. خديت الجبن العادي هاد لي ميني بانتاكوس ديال تورتيا كندير ليه سجود في لانش بوكس ديالو. غنبقى نجبد في دانونات، دانونات كنحتاج الياغورت كنستهلكوهم الصراحه. كناخد البنات هذا ديال اوبلون ديال تشيز صراحه زوين هاد الصفر هذا كاري. لي بيسكوي كنحتاج هاد لي ساشي ديال نيلو. هادشي ديال الدراري الصغار عارفه ماشي صحي، ولكن مره مره هكا سورتو مع لانش بوكس وداكشي كنحتاجوها البنات بزاف. تبارك الله دابا ملي كيوليو جوج وليدات في الدار هذا البنات ديال اكتيفيا كيعجبني. المهم اوني ما حالي قدني هادشي زعما فين غنحط هنا دانونات. هادي لا موطارد انا كتعجبني البنات ديال ستار. جبت البنات السميده ديال الكنز هادي زوينه. هذا البنات الفينو. بالنسبه لاتاي انا كناخذ ديال السبع. خدينا هذه البنات لقينا فيها غير برومو هادو دلانشون جوج ماشي شي برومو كيقولوا برومو بلا برومو. هادي الشعرية كتعجبني مفورة بالدجاج هادي ديال الإتقان الشعرية. خديت البنات الماسكاربون غندير تيراميسو إن شاء الله. هادو البنات قالك إلا خديتي وحدة تانية زعما ناقص 50%. خديت هادي بيني وهادي ديال هذا تا هو كيحمقني هذا ديال المونغ زوين. ولي بيسكوي خلاص يانيس كيعجبو هذا ديال جولدن. خديت البنات هاد الزبدة هادي بالنسبة لا كريم فريش كناخد هادي ديال الطاليان زوينة. الياغورت
ليكم ليا كناكلهم انا مهدي الدراري يعني كنستهلكهم واش فهمتوا. خديت هادو جوج كنستهلك لا مايونيز خماره صافي سيرفيت هذا زوين كناخذ كومبلي كنديرو على شكل بيتزا ولا يفطر بيه الصباح هادو كنستهلكهم بواحد الطريقه. خديت صوص باربيكيو سنسرح الطابله باش نحط فيها هذه البنات فنة سالاد اوتون على بغالي سالاد اوتون على برازيليان فنة البنات هذه كيكون فيها الطون مع لا مايونيز ولا ليغوم زوينه طالعه شويه في الثمن هذه راه دايره 35 درهم ولكن زوين ضبطت ديال المرجان عجبني خلاص لاباصار حليب حليب كيتستهلك في رمضان بزاف. خديت البنات هاد الصوص كباب حتى هي زوينه الزيت قلت لكم كناخذ الحره هادي صوص طوماط لانجيت خديت هذا ديال الويفيرا باش يبقى يرطب لي اللحم ديالو صوص طوماط الطون كناخذ جولي حليب هادي صوص طوماط بزيت العود والبازيليك لافاش كيري بيان سور البنات باقي عندي الزيت وباقي السكر غير زدت منهم بغيتكم كل تاخدوها صوص بيستو غندير لكم دابا بها العشاء صوص بيستو فنة عرفتي شنو تجي خطيره. هذا البنات خديت اوريغون زعتر فن كنحتاجو بزاف صافي. واخر حاجه اللي كنعشقها هو الكورنيشو والطون البنات باقي ناقصين بزاف ديال الحوايج بحال بابي جينيك جافيل ما لقيتوش ما لقيتش المرجان عيد نقلب في مرجان لقيتو كي ملاصق مديرينو باكي ملاصق مع واحد التيد بالنسبه للاغذيه الباقي عندي كناخذ داك ليكيد لوبيا العدس لي بات سباغيتي باقي عندي المهم داكشي باقي غير زدت هادشي وان شاء الله باقي كفته لحم دجاج العطريه داكشي ان شاء الله نتقداهم هاد دو جو هادو وهادي التقضيه دابا غتسني ستفها انستفها البنات شوفوا بابا الله يخليه ليا مسكين صيفط لي الرايه كان عندي البنات واحد دو جو هذا الحوت ديال الرايه البنات حيت شاركته مع البنات في انستغرام وما عرفوش هذا البنات كيجي فيه غير القروش كيحمقني كان عندي مسكين واحد دو جو هنايا في الدار داك السيمانه وتشهيت الرايه ومهدي ما لقاهاش وبقى عاقل مني مشى مسكين صيفطها ليا مع واحد ولدها كيتسخر لينا المهم محمد ديال بوزنيقه الله يعطي صحه يضعفكم دعيو ليا معاه الله يعطي صحيحته والله يعطي شي حجه والله يخليه ليا يا ربي هما وميمتي ويخليهم حتى فوق راسنا والله شوفوا البنات رضا الوالدين هو كلشي باش نقول لكم هو لبس مثلك امك وباك راك تربح والله العظيم الجنه تحت اقدام الامهات الام هي كلشي والاب حتى هو والله يحفظهم لينا يا ربي يا ربي تحفظهم ما كنتخيلش صراحه حياتي بلا بيهم ماما وبابا عندي في كفه وحده وكنموت وكنحمق عليهم الله يخليهم ليا صراحه. شوفوا ماما مسكينه هز لي الهم قالت لي فطميه نيس عندي ودابا تقديت على خاطري وكلشي وبابا مسكين صيفط لي الرايه شوفوا سبحان الله حنا هز ليهم الهم هما هز لينا الهم الله يخليهم لينا. دابا البنات لقيتوني نيت قبيله غسلتها درت ليها الحامض وخليتها تستقطر دابا غنديرها بما جبت هاد لي ساك ديال الكونجيل جبتهم دابا وغادي نستف فيهم جبت غير هاد الصغار صراحه بلي براتيك باش ما يبقاوش يديروا في الهواء غنقسمها على جوج فيها 3 كيلو شي حاجه قال لي انا كنحمق عليها وما عندي ما كياكلهاش وكي دابا غنديرها ليا ياكلها بالزمنه غندير لهم شي طاجيته غادي نبدا ان شاء الله نحاول نقسمها بحال هكا. بابا مسكين كيختار لي داك الحوت المهيب برك يقول لي باش تحطي فيه الحيمات الرايه خاصها تكون البنات قال لي تكون سمينه تبارك الله بابا كيفهم في الحوت حيت اصلا كيحمق عليه
يا ربي تحفظوا لي وتخليه لي يا ربي. والله زعما ما يخطرهم علينا وصافي. كنبغي البنات هاد الصغار حسن، الكبار تبغي عائله، اما انا ومهدي في الدار وجود اصلا ما كياكلش ليا البروتيين وداكشي، فهاد الميكات صغار سي بلو براتيك. ايوا انا كنستف الحبان دابا، من بعد ما نستف غندير واحد العشيوه خفن زربل، غندير البنات الخبيزه بالحق، غندير غير شويه، غندير غير شويه اللي غتكفاني دابا العشاء، وغندير معاها كنجيب البنات ملي كنكون مقدي وعارفه راسي تابعني الشغل، كنجيب قلت لكم هذه هاد السلطه اللي فيها لي ليغوم، وغندير معاها الخبيزه وشي جو شي عويصير، الله يجعل البركه. على فكره البنات ما تغديتش، مهدي جاب لي ساندويتش ديال الطون، باش نكون معكم صريحه ما عجبونيش، ما كليتهمش. ها هما البنات صافي كتسدو ونخرج منهم الهواء ونديرهم في الكونجيلاتور. ها هي البنات هكذا ونديروها دابا في الفريكو، وباش نوجد معكم العشاء حالا. والبنات هذا هو العشاء ديالي، البقوله وهاد سالاد وطون اللي جبت معايا، عصير هذا ديال مونكي عجبني، خبيزه ديال القمح هي حتى هي قسمتها وحطيتها، والله يجعل البركه البنات. الحمد لله اللهم اديم هاني مس الله. كانت عشاء بكري صراحه، قولوا كوتي وعشاء، انا كنحمق على هذا ديال الجبال شكون بحالي ستيت الباب بجوجو برك على خاطري معاكم. كيحمقني بقوله لي صيف دابا وسالاد، يا بسم الله نذوق معاكم ونقول لكم، باش نقول لكم الى الفيديو القادم بحول الله. يا بسم الله نذوق البقوله كيفاش جات، يا سلام فريمون جات جديده. سيت البنات كونتيتي قليله غير ديال اليوم، حيت كاين غير انا ومهدي، جات واعره. انا كتعجبني محمضه وفيها شويه ديال الحار والزيتون والحامض مصير، كتجي رائعه فنه. وندوقوا هاد السلطه اللي جبت واجده، فهي وزيره. وهذا هو عشاتي البنات، اختكم كاوتيك نيكولا عيت، عرفتي كتجي كتبدل دابا راه عشيت جود، بدلت ليه، دخلت التواليت حشاكم، عاود غسلت ليه، يعني كتعاود تدخل الكوزينة، أنا عزيز عليا الكوزينة نخليها ندخل ليها الصباح ما فيها والو تشعل، صراحة اللي نفسو حارة، غادي نقول لكم البنات الى الفيديو القادم بحول الله. السلام عليكم.